نحن اليوم في بيت بس الذي نلاحظه عبر كل ما ندخل الوطن وها هنا في هذا اليوم هو أن الدولة تنفق على أبنائها وتذهب إلى عدالة اجتماعية كبيرة إن شاء الله. ولقد عشنا يوم 22 من الشهر الحالي كذلك اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وربما التربية الوطنية هي أحسن مثل يؤخذ في المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة لإرساء العدالة الاجتماعية في المجتمع وفي قطاع التربية. مؤشرات المدرسة مرتفعة جدا، أبنائنا المتمدرسون في السن الإلزامية للتمدرس هم يعني النسبة هي أكثر تكاد تكون 99%، كذلك نسبة مرتفعة جدا من أبنائنا الذين يتمدرسون في السن الإلزامية للتمدرس، كذلك كل مؤشرات التأطير، مؤشرات التعليم، مؤشرات التكوين كلها توحي بأن الدولة تولي أهمية كبيرة لإضفاء العدالة الاجتماعية للمجتمع الجزائري.